لمحة تاريخية عن حياة كريمة أهل البيت، اسمها كما هو المعروف فاطمة، واشتهرت بلقب المعصومة. والدها الإمام السابع من أئمة أهل البيت الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. اسمها فاطمة وصارت نسخة فاطمة الزهرة، نسخة فاطمة. والدتها سيدة عظيمة يقال لها تكتم، ويقول المؤرخون إن هذه السيدة كانت سيدة مغربية، والذي يرجحه من العلماء أن كلمة المغرب في الروايات التاريخية تطلق على المنطقة الممتدة في الشمال الإفريقي، يعني المغرب الفعلية، هذه جزء من بلاد المغرب. ويطلق عليها تكتم باعتبار أن كلمة تكتم من الناحية اللغوية اسم لبئر زمزم. وعندما أمر عبد المطلب صلوات الله عليه بحفر هذه البئر قيل له احفر تكتم، ولعلها أطلق عليها تكتم تلك البئر لأنها كانت ظاهرة ثم خفيت وأظهرها عبد المطلب. وهذه السيدة العظيمة تكتم كانت مصدرا لكثير من الخيرات والبركات، والدة الإمام الرضا صلوات الله عليه، والدة كريمة أهل البيت، والدة الأئمة اللاحقين صلوات الله وسلامه عليهم إلى الإمام الحجة المهدي المنتظر. فكما كانت تلك البئر منبع للخيرات والبركات ولا زالت إلى الآن، فهذه السيدة أيضا منبع للخيرات والبركات. وهنالك احتمال آخر أن كلمة تكتم بمعنى الطهارة والعفة. قرآني خلق قرآن تجمعهم غربة أوطان، جنة ومعلومة ماتت مظلومة. السيدة المعصومة على المعروف ولدت في الأول من ذي القعدة عام 173 هجري، وتوفيت على ما هو المعروف في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني عام 201، فيكون عمرها المبارك من عام 173 إلى عام 201 حوالي
28 عاما. سهرت موسى بن جعفر من قلبه صفت شذرة اسمها فاطمة وصار نسخة فاطمة الزهرة نسخة فاطمة. السيدة المعصومة صلوات الله عليها لم تمت موتة طبيعية على ما هو المعروف، وإنما قتلت مسمومة. الوفد اللي ضم كريمة أهل البيت جاء إلى ساوة، كما يقول بعض المؤرخين السلطة أيضا هاجمت هذا الوفد وقتلت جميع رجاله. بعض إخوة فاطمة المعصومة صلوات الله عليها وبعض أولاد إخوتها كلهم قتلوا. كريمة أهل البيت بعد ما تمكنت أن تواصل السفرة فسألت كم بيننا وبين قوم، فقالوا بيننا وبين قوم حوالي 55 كيلومتر، فطلبت نقلها إلى قوم. المذكور في بعض التواريخ أن المأمون دس لها السم في ساوة هناك، يعني حتى امرأة من أهل البيت يجب أن لا تبقى. فجاءت إلى قوم وبقيت في قوم عدة أيام وتوفيت في قوم. قراني خلق قرآن تجمعهم غربة أوطان جنة ومعلومة ماتت مظلومة ماتت مظلومة.